زينة هاي. هاي شار. دايما معنا بأوتوفوكس لما نحكي انفينيتي ونضوي أكثر على طرازات رائعة من هالمصنع الياباني العملاق بعالم السيارات يلي اليوم منضم لبنان كمان أكيد مثل ما منضم عالميا لنيسان بفضل رسام يونس موتور كومباني أو ريمكو كما هي معروفة. اليوم طراز رائع جدا عم نحكي بـ Q70S يعني طراز مثل الـ Q50 بس على أكبر. مزبوط. هون عم نشوف جورج اليوم سيارة جديدة بالكامل من إنفينيتي هي الـ Q70 بيجي منها عدة كاتيجوريز واليوم معنا بالستوديو Q70S عم نشوف سيدان فخمة جدا بتمثل كل شيء لكجري عند إنفينيتي ورح نتابع الديزاين بداية أول فقرة معنا نحكي عن شكل السيارة الخارجي نرجع نتابع كل تفاصيل السيارة بوقت لاحق. زينة يعني شكل السيارة مثل ما ذكرنا يعني Q50 على كبير بس هالكبير بين مفعوله رائع جدا يعني على الأرض اليوم سيارة ضخمة بمواصفات كتير لوكس وايضا رياضيه بنفس الوقت من حيث الديزاين الخارجي خبرينا اكثر عن شكل السياره مثل ما عم نشوف هون في عنا Q70S بالاول ما دائما بنشوف من هالسايد عم نشوف جول اكزوست مع بامبر من ورا باللون الاسود بيجي عنا جانت بيجي على الاس كاتيجوري بيجي 20 انش بنفس الوقت عنا لاينز اللي تعودنا عليهم بالانفينيتي كثير سبورتي ومن جوا هلا بنشوف كيف اتس فيري كومفورتبل وواسعه الحلو كمان الكرام الداخل على السايد السياره على شبابيك السياره بطريقه حلوه جدا وماسكات السياره كمان كرام وعنا اكيد عمليه دخول على السياره كيلس انتري سيستم واكيد اذا بنشوف وشفنا اكيد شكل الامامي للسياره من قدام في عنا الضخم الجريل الجديد اللي معتمدينه انفينيتي هلا مع الباج المسار معروف لانفينيتي عنا كمان فرونت بومبر فيري اجريسيف فيري سبورتي وال اي دي لايت على كل السياره هلا صار وقت نشوف الداخل رائع جدا للسياره اكيد السياره لوكس بزنس مان كار فاميلي كار بنفس الوقت مزبوط بنشوف سوا انتيريور Q70S زينا انتيريور من جوا للسياره رائع جدا كثير لوكس عندنا الخشب الحلو وكل شيء في اوبشنز ممكن نعوزها بهيك سياره موجوده عندنا هون عم نجمع بين السبورتي واللكجري بقلب Q70S بنشوف البريميوم انتيريور بيجي ان براون ليذر وبيجي سبيشال اديشن فينيشينج كمان بالخشب هون في عنا السبورت سيت جورج مع ستيرينج ويل مالتي فانكشنال وطريقه قياده مثل ما قلت رياضيه مع البادل شيفت مزبوط بيجي فيها بادل شيفترز وفيها فيتاس 7 سرعات هيدا جورج الفرش بيجي هيتد وكولد والتابلو مع فينيشينج كثير حلو فيها السكرين الكولرد مع الانتراكتيف سيستم اللي بقلبها السكرين كمان جورج بتفرجينا بالاضافه للانترتينمنت سيستم بتفرجينا 4 كاميرات موجودين على السياره بنقدر نشوف من خلالهم 360 درجه حول السياره اكيد البلوتوث والبلوتوث اوديو وكل المواصفات اللي دائما بنلاقيها بالانفينيتي نعم من بعد ما شفنا الداخل ننتقل لنشوف نتعرف اكثر على بيرفورمانس هال QX70S يعني زين اكيد هيك سياره بهيك حجم بدها محرك يقدر يقوم فيها مزبوط. وبعرف انفينيتي محضره محرك ممتاز لل Q70S مثل العاده بانفينيتي موتورات كثير حلوه عم نشوف على ال Q70 موتور 6 سلندر 3.7 330 حصان باور بجنن بيرفورمانس كثير حلوه وما لهم غير يتصلوا بالشركه ويجوا يعملوا تست درايف ويجربوا السياره مثل ما ذكرت السياره 7 غيارات ومنعوزهم بتصور كلهم 7 غيارات بسياره بهالحجم وبهالمواصفات وبسياره ايضا رياضيه خاصه اليوم معنا طراز الاس في منها كذا كاتيجوري مثل ما كنت ذكرتي اليوم معنا الاس الطابع الرياضي واضح عليها على الشكل الخارجي ايضا ومن الداخل واكيد مثل ما ذكرت تيست درايف موجود بالشركه ارقام التليفون عم تكون على الشاشه للمزيد من الاستفسار على الموضوع بندعي العالم دائما يزورونا بجاليري سمعان او بدبي بالبرانشز تبعنا يشوفوا السياره ويستفهموا عنا ويعملوا تيست درايف اكيد نحن بنتشكر ريمكو لانه حطت ثقتها باوتو فوكس لاطلاق هالسياره اليوم لاول مره بلبنان بعدها واصله على البورت واليوم عم تشوفها باوتو فوكس لنضوي اكثر عليها لهالسياره الفخمه جدا طراز الكيو 70 من انفينيتي شكرا زينة اي معلومات اضافيه بتحب تزيديها ثانك يو فيري ماتش
ثانك يو. اذا مشاهدينا مع هاللوك الحلو كثير هالكالندر الامامي الملفت جدا لكيو 70S نوصل لختام حلقتنا مع سعره كمان اللي عم نشوفه لهالسياره الرائعه. الى اللقاء اكيد دائما عبر الام تي في باوتو فوكس.